في مباراه المغرب تحولنا. انا فاهم ان في مباراه كوت ديفوار هي البذره الاولى لمنتخب قوي حقيقي بقى في البطوله صحيح، بس في مباراه المنتخب المغربي لا، انا اقوى، انا اجمد، انا تكتيكيا وفنيا ومهاريا عندي ثقه كمان، مش بس تكتيكيا انا كويس، لا انا عندي ثقه في الملعب ومش فارق معايا اللي قدامي، انا كمان نجم كبير. انا بتكلم على كل اللي كانوا موجودين في الملعب، كل واحد فيهم كان شايف نفسه نجم كبير وادى بشكل رائع جدا. الشكل التكتيكي في الملعب كمان كارلوس كيروش عمله تقريبا بامتياز. بص يا كريم، انت واجهت المغرب كتير جدا، ما تفوقتش يمكن اللي كان ثلاث مرات قبل كده، وكانت الفروق بسيطة 86، احنا بنهاجم هم بيهاجموا. في 2017 هم كانوا الافضل مننا في الكوارتر فاينل في البطولة، المباراة لما كسبنا بهدف كهربا صح. في 71 دي لما كسبنا 3-2 برضو المباراة كانت رايحة وجاية، ولكن المباراة دي بالتحديد افضل مباراة في تاريخ مصر عملتها امام المنتخب المغربي. حلو، انت بتتكلم عن منتخب، انا شايف ان المنتخب المغربي لو لم يصطدم بالمنتخب المصري لكان ذهب لبعيدا. انت بتتكلم عن منتخب عنده لعيبه تقدر تكسبه، اشرف حكيمي، سفيان بوفال، سليم املاح، يوسف النصيري، ولكن احنا ادينا بشكل كان اكتر من ممتاز. كارلوس كيروش ارى المباراه بشكل اكتر من جيد، دي نقطه. النقطه الثانيه، وحيد خليلوزيتش وقع في اخطاء بالجمله، هو بدا اول مباراتين في البطوله امام غانا ثم المباراه الثانيه امام جزر القمر بطريقه 4-1-4-1، ودي ما كانتش كويسه قوي رغم ان هو ضيع اهداف كتير في مباراه جزر القمر. لما لعب ب 4-4-2 دي كانت الطريقه المثلى للمنتخب المغربي لعده اسباب. اولا بتدي افضليه لاشرف حكيمي عشان يقدر يزيد كظهير ايمن، بتدي افضليه ليوسف النصيري لما بيلعب جنبيه مهاجم وبياخد عين المدافعين اللي معاه، فبالتالي بيكون ليه افضليه على المدافعين اللي موجودين معاه. طريقه 4-1-4-1 فطل ليها كارلوس كيروش، وكان متخيل ان فعلا المنتخب المغربي هيلعب بيها. وعايز اقول لك ان في المباراه ديت احنا عملنا ادوار عظيمه جدا. يمكن مصطفى محمد اللي الناس كتير بتتكلم عنه، مصطفى محمد كان عنده دور مهم قوي في حته وقف سفيان مرابط اللاعب اللي بيلعب قصاد الاربعه اللي في خط الظهر. منع سفيان مرابط من الربط ما بين خط الظهر وخط الوسط يا كريم، فبالتالي انت بتتفرج على المنتخب المغربي مش بيلعب كورته، عمال يشعلق الكوره كل شويه. سفيان بوفال وسليم املاح تم السيطره عليهم من ثلاثي خط الوسط، فبالتالي انت عزلت تماما يوسف النصيري، في ظل بقى ان فتوح عمر مرموش قافلين تماما على واحد من احسن اتنين باك رايت في العالم وهو اشرف حكيمي، وحدث بقى ولا حرك ادم مسينا للظهير الايسر، هو منشغل بشيء واحد، كيف يوقف محمد صلاح. فانت ضربت المنتخب المغربي في مقتل زي ما بيقولوا، تفوقت رغم ان المنتخب المغربي من وجهه نظري واحد من افضل المنتخبات في الدار. وحيد خليلوزيتش على فكره ما خسرش الا مباراتين صح من ساعه ما تولى المسؤوليه.